كيف تقرأ خطوة اتجاه لجان المقاومة لتشكيل ائتلاف سياسي؟ هذه الخطوة هي خطوة جاءت متأخرة جدا على لجان المقاومة منذ البداية الآن أن تشرع في هيكلة نفسها ووضع بدل النظام الأفقي الذي تعمل به الآن، كان عليها أن تنظم نفسها في ائتلاف أو حزب أو أي شيء كيان يجمع كل لجان المقاومة داخل ولاية الخرطوم وخارج ولاية الخرطوم حتى يكون التعامل سهل جدا مع بقية اللجان، وفي كيفية الائتلاف هي معها ومع القوى السياسية الأخرى. لجان المقاومة في البداية كانت لها رؤية واضحة ضد القوى السياسية وضد الأحزاب، ثم الآن رجعت بعد مرور عام كامل للتعامل مع القوى السياسية أو تكوين حزب سياسي. تكوين حزب سياسي كان يجب أن يكون منذ انطلاقة لجان المقاومة. الآن يعني خوض معترك السياسة من قبل لجان المقاومة، هل سيضيف لها أم يخصم منها؟ الآن لو كان في السابق كان سيضيف لها، ولكن الآن في هذه اللحظة في لحظة التقاسمات والتجاذبات والتشظي الذي صاب لجان المقاومة الجسم الوحيد الثوري الوحيد كان محصن ضد التشقق، ولكن الآن حصل انشقاق وحصل تقسيم لهذه اللجان، فتكوين ائتلاف سياسي بالتأكيد سيضعف منها. حتى نخوض إلى عمق الموضوع أكثر، النظر للجان المقاومة أو الثقة التي اكتسبتها لجان المقاومة، كثير من يرى أنها اكتسبت هذه الثقة لأنها لا تملك واجهة سياسية بالنسبة لهم، لأن هناك شكوك من قبل المواطنين في أغلب الأحزاب السياسية، أو ليس المواطنين، دعنا نقول الشباب، يعني فئة الشباب أكثر. يعني هل خوضها في هذه في معترك السياسة سيجعل أو يزيد الثقة من قبل المواطنين أو الشباب في الأحزاب السياسية ما العكس؟ أولا لجان المقاومة منذ تكوينها للقوى السياسية كانت في حينها قبل ديسمبر 2019 القوى السياسية كانت ضد نظام البشير، هم لها شباب ولها أعضاء من هذه الأحزاب كانت تمثل ركيزة لجان المقاومة. يعني لجان المقاومة ليست نبت قام بدون أي اثناء، ولكن القوى السياسية كان لها دور كبير. ثم بعد ثورة ديسمبر جاء مستقلون وغير محزبين دخلوا إلى لجان المقاومة. لجان المقاومة كانت هي جيل تمثل رمزية الجيل الجديد أو الجيل الذي تتراوح أعماره ما بين 18 إلى 25 عام، هذه هي كتلة لجان المقاومة. هذه اللجان هي الصد المنيع الذي وقفت ضد الانقلاب وضد انقلاب 25 اكتوبر، وظلت ترفع شعارات ما هي لا شراكة لا شرعية لا مساومة، وهذه هي الشعارات التي بدأتها منذ انطلاقة الثورة وحتى هذه اللحظة. هناك تنسيقيات لم توقع على ميثاق سلطة الشعب الذي تتبناه لجان المقاومة، تحفظات أبدتها على بعض البنود هذه التنسيقيات، إذا لم تتم معالجة هذه التحفظات ما السيناريوهات المتوقعة؟ الأسوأ ما في الأمر وما في هذه التوقيع على ميثاق سلطة الشعب هو انقسام لجان المقاومة إلى قسمين، قسم وقع على الائتلاف والقسم الثاني رفض التوقيع، وهو شيء مؤسف لأنه قسم القوة الحية اللي بتكون لجان المقاومة إلى شقين، وهذا الانقسام غير بريء من القوى السياسية وتدخلها داخل لجان المقاومة واستقطابها محاولة جرها إلى أي من المعسكرات التي المناوئة فيما بينها، وهذه ستؤثر سلبا وستكون خصم على دور لجان المقاومة المعروف في الشارع.